تخيل معي يا عزيزي المتابع، أجي أحكي لك في سيارة فورمولا 1 تمشي على الشارع قانوني، طبعاً 100%، مش راح تصدقني، لكن بعد ما تشوف الفيديو عن وحش مرسيدس وآخر إبداعات الشركة الألمانية واللي اسمها AMG 1 راح تغير رأيك. The Mercedes AMG 1. Formula One technology brought to the streets. Outstanding design meets the ultimate driving performance. AMG 1 السيارة الأكثر تعقيدا والأسرع في تاريخ مرسيدس، من أكثر السيارات حصرية لهذه اللحظة، 275 سيارة فقط. هذا المشروع عبارة عن سيارة فورمولا 1 تمشي قانوني على الشارع 100%. هذه السيارة مش عارف من وين أبلش فيها، من كثر التعقيد والتقنية تم استخدامها فيها. اللي بدي أحكي عن كل تقنية راح أحتاج 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 عشان أحكي عن كل تقنية. نجي لوزن السيارة اللي هو وزن ريشة بوزن 1695 كيلو. قوة السيارة على الفول باور 1063 حصان، رقم 63 يا أخي هذا بتحسه عند AMG مميز. نجي لتصميم السيارة الخارجي واللي معروف مستوحاة من عالم السباقات الفورمولا 1، فتحة الهواء اللي هي مدروسة بدقة لتوزيع الهواء اللي داخل على السيارة. طبعا حسب وضعية القيادة اللي انت بتمشي فيها في السيارة، اقوى وضعية بيكون فتحة الطلعين لبرا للحصول على افضل ثبات ممكن للسيارة على السرعات العالية. السيارة ما تكون على الوضعية العادية بتكون مرتفعة ب 37 مليمتر عشان تسوقها بشكل طبيعي على الشوارع والمطبات ويكون وضعك في السليم. في المقدمة محركان على العجلة اليسار ومحرك التاني على العجلة اليمين، هدول محركات كهربائية بتقدر تمشي عليهم 18 كيلومتر. طبعا السيارة دفع رباعي. طبعا التصميم اللي على غطاء السيارة من الأمام تم تصميمه انه يدخل الهواء دايركت على فتحة المحرك الموجودة على السيارة. جنوط السيارة بالأمام 19 إنش وبالخلف 20 إنش، تم تصميم من معادن مغنيسيوم وكربون سيراميك عشان يستحمل قوة السيارة على السرعات العالية. السيارة من الداخل كلها كربون فايبر، من الداخل راح تشوف سيارة فورمولا 1 سباق بحتة. ستيرنج LED لايت كربون فايبر جلد كنترة تطريز. خلينا نروح لوضعية القيادة. في 6 وضعيات قيادة للسيارة. الوضعية الأولى individual، انت بتزبط الاعدادات السيارة حسب اللي بريحك وبتشوفه مناسب. الوضعية الثانية electric vehicle، المحركات الكهربائية فقط اللي بتشتغل واللي بتمشي. الوضعية الثالثة ريس سيف، هذه الوضعية بتكون مخصصة لشوارع المدينة. الوضعية الرابعة هي وضعية الار، مخصصة للسباقات. الوضعية الخامسة ار بلس، بتزيد قوة السيارة وتفاعلها على حلبات السباق. الوضعية السادسة والاخيرة ستارت تو، ماكس باور تاع السيارة بزيد لمدة لفة واحدة فقط.
الحلو في سيارة AMG1 إنه معطيك حرية اختيار الوضعية حسب المكان اللي بتقود فيه السيارة. نجي رقم التسارع للسيارة من 0 ل 100 بثانيتين و9 أجزاء، ومن 0 ل 200 بسبع ثواني، من 0 ل 300 بخمستاشر ثانية وست أجزاء، والسرعة القصوى 352 كيلومتر في الساعة. صاروخ ما شاء الله. خلينا نروح لخلف السيارة ونشوف الإبداع الأسطوري لمهندسي مرسيدس. اجتمع مهندسي مرسيدس، طبعا أنا كنت بينهم، وقالوا بدنا ناخد المحرك الموجود على سيارتنا في الفورمولا 1 نحط على السيارة بكل التقنيات الموجودة على المحرك الجديد. محرك V6 سعة 1600 cc مزود بتيربو تشارج، أو نقدر نحكي تيربو إلكتريك كهربائي، يعني بيولد 649 حصان. صح محرك صغير 6 سلندر، بس بزعل المحركات 8 سلندر و 12. Hello. Continuing our series on power unit elements, today we're going to be talking about the MGUH. التقنية الأولى إلكتريك تيربو، وظيفة الأساسية باختصار إلغاء اللاج التيربو والتأخر في انطلاق السيارة من سرعة صفر. MGUH، وهذه الكلمة اختصر كلمة موتور جنريتور يونت هيت. خلينا نروح للتقنية الثانية واللي هي MGUK، وهي اختصار لكلمة موتور جنريتور يونت كونتك، وحدة مولد المحرك الحركية. طريقة عملها بشكل مبسط، بكون هذا المولد موصول مع الكرنك شافت بتروس مسننة، لما تحتاج السيارة سرعة أعلى وطاقة على المسافات الطويلة. عند المنعطفات والسرعات المنخفضة يقوم نفس المولد بتحويل الطاقة الحركية الناتجة عن الكرنك شافت لطاقة كهربائية تخزنها في البطاريات. بدأ العمل على مشروع نجمة مرسيدس بنز من سنة 2017 ليتم تصنيع 275 سيارة فقط للحفاظ على تميز السيارة. بالرغم أنه سعرها يبلغ 2,720,000 دولار، إلا أنه تم بيع جميع السيارات. يعني إذا بدك تشتري واحدة زيها يعني راحت عليك. الله يرزق الجميع إن شاء الله مثلها وأحسن منها. هيك بتكون حلقتنا انتهت، أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. شكرا لكم، السلام عليكم.